المحاضرة اليوم هي المحاضرة 13 ما قبل الأخيرة بإذن الله تعالى. سوف نتحدث عن باب أو موضوع الإدارة أو إدارة النقدية والاستثمارات المؤقتة. طبعا في المحاضرة السابقة تحدثنا عن إدارة الذمم المدينة. طبعا مثل ما وضحت لكم المحاضرة السابقة أن كل من إدارة الذمم المدينة وإدارة النقدية وأيضا إدارة المخزون ما يسمونهم كلهم يندرجون تحت الأصول المتداولة. الأصول المتداولة في قائمة المركز المالي لأي شركة هي عبارة عن المخزون، الاستثمارات المالية المؤقتة، النقدية، والذمم المدينة. فبالتالي الأربع عناصر هذه اللي يطلق عليهم إدارة رأس المال عامل. تحدثنا في المحاضرة السابقة عن إدارة المخزون كأول عنصر من عناصر إدارة رأس المال عامل اللي هو المندرج تحت الأصول المتداولة. بإذن الله تعالى اليوم نتحدث عن إدارة النقدية كالعنصر الثاني المندرج في قائمة أو المركز المالي تحت الخصوم المتداولة، العنصر الثاني من عناصر إدارة رأس المال عامل. طبعا النقدية هي إحدى عناصر الأصول المتداولة كما لا يخفى عليكم، وكما تحدثنا هي النقدية هي إحدى عناصر الأصول المتداولة في قائمة المركز المالي للمنشآت، حيث أن المنشآت تستفيد من عنصر النقدية في دفع الالتزامات التي تتحملها المنشأة للغير. الفائدة الرئيسية أو الهدف الأسمى أو الهدف اللي نقول أو الهدف الرئيسي من عملية وجود النقدية اللي هو ما يسمى بالكاش في المنشأة هو مواجهة الالتزامات التي تتحملها المنشأة للغير. لو جاء أحد عليه يطالب المنشأة بأموال بشكل مفاجئ، يعني جاء أحد إلى المنشأة وطالبها بأموال بشكل مفاجئ، من أين المنشأة أن تسدد هذه الالتزامات اللي عليها أو المستحقات اللي عليها؟ تستطيع أنها تسدد الالتزامات اللي عليها عن طريق النقدية. فوجود مخزون نقدي كافي أو احتياج أو تحديد الاحتياج الأمثل النقدي الأمثل للمنشأة هو من أهم النقاط في أو من أهم الفنون في عملية إدارة النقدية. طبعا من أهم بنود النقدية النقد والاستثمارات المالية المؤقتة. ماذا نقصد بالنقد؟ النقد هو الكاش، الأمور أو الأموال النقدية الموجودة في الصندوق، الموجودة في خزينة الشركة. الاستثمارات المالية المؤقتة هي الاستثمارات المالية، هي الأوراق المالية، هي أوراق مالية يمكن تحويلها إلى نقدية بشكل سريع وعاجل. كيف أوراق مالية؟ مثلا نضرب عليها أمثلة ما تسمى بالأوراق التجارية. كمثال الأوراق التجارية، نعرف أن المنشآت تمتلك نقد ما يسمى بالكاش نقدية عندها، وتمتلك أيضا أوراق مالية مؤقتة مثل كمثال عليها الأوراق التجارية. الفائدة من الأوراق التجارية هذه حتى إذا نفذ النقدية عندي وجاء أحد يطالب بأموال على الشركة له، فبالتالي أنا أستطيع أني أبيع الأوراق المالية في سوق المال، أستطيع أني أبيع هذه الأوراق المالية أو الاستثمارات الأوراق المالية المؤقتة في سوق المال، وبالتالي من خلال عملية البيع أستطيع أني تتحول إلى نقدية، وبالتالي أستطيع السداد إلى هذه العميل إلى هذا العميل بالتالي أو إلى هذا الدائن. فبالتالي الاستثمارات المالية المؤقتة هي عبارة عن أوراق مالية مؤقتة كالأوراق التجارية وكالشيكات، تستخدمها المنشأة كأداة سريعة التسييل وسريعة التحويل إلى نقدية. من أهم العوامل التي يجب أخذها بالاعتبار عند إدارة النقدية، طبعا مثل ما تحدثنا في المحاضرة السابقة تحدثنا عن فن إدارة الذمم المدينة عن طريق أن المنشأة هل تتبع سياسة ائتمانية متشددة أو تتبع سياسة ائتمانية متساهلة. أيضا هنا في باب إدارة النقدية هنا يجب على إدارة النقدية أن تمتلك يعني طاقم عمل أو يديرون النقدية بطريقة محترفة من خلال تحديد الحجم الأمثل للنقدية، ومن خلال توقيت الحصول على النقدية، وأيضا المدة التي يغطي فيها احتياجات المنشأة. تحديد الحجم الأمثل للنقدية، يجب على المنشأة أن تحدد الحجم الأمثل التي تحتاجه من النقدية خلال السنة مثلا الحالية. كم الحجم الأمثل؟ والله مثلا 200 مليون. فبالتالي أنا أحاول أني أحدد أني أجلب للمنشأة نقدية أموال موجودة في الخزينة بمقابل أو ما تساوي 200 مليون، أني ما أحتفظ بنقدية أكبر من الاحتياج ولا أحتفظ بأقل. فبالتالي تحديد الحجم الأمثل النقدية مطلوب
في إدارة النقدية. أيضا توقيت الحصول على النقدية، متى أنا أريد أن أحصل على 200 مليون هذه، متى أريد أن أحصل عليها؟ بداية السنة، ثاني شهر من السنة، متى أريد أن أحصل عليها؟ المدة التي يغطي فيها احتياجات المنشأة، 200 مليون التي حصلت عليها مثلا في بداية السنة، كم راح تغطي لي من المدة؟ كم راح تغطي لي؟ هل راح تغطي لي مدة مثلا سنة كاملة أو إلى نص سنة؟ وبالتالي إذا كنا إلى نص سنة، بالتالي 200 مليون سوف أحتاج إلى سنة، إلى نص، إلى ست شهور الأولى، والست شهور الأخرى قد أني أحتاج نص مليون أو 200 مليون إضافيتين. فالمدة التي يغطيها هذه النقدية لابد أعرف ما هو الحجم الأمثل للنقدية، مثلا 200 مليون، ومتى أحصل عليها، بداية السنة أو نصف السنة، أو المدة التي يغطي فيها أو يغطي فيها احتياجات المنشأة. كم من 200 مليون بتغطي، كم بتغطي لي المدة، 3 شهور، 6 شهور، أو سنة كاملة؟ الآن نتحدث عن دوافع وأسباب الاحتفاظ بالنقدية. لماذا المنشآت، لاحظ جميع المنشآت الموجودة سواء كانت خاصة أو حكومية تحتفظ بنقدية، وخاصة الشركات المدرجة في أسواق الأوراق المالية، نلاحظ أنها تحتفظ بالنقدية. لماذا المنشآت تحتفظ بالنقدية؟ لعدة أسباب، لثلاثة أسباب. السبب الأول دوافع إتمام المعاملات. السبب الأول هو دوافع إتمام المعاملات. ما المقصود بإتمام المعاملات؟ هي تتمثل في المعاملات اليومية من جراء بيع المواد الخام. نفترض أن شركة، عندنا شركة تقوم بإنتاج الملابس، فبالتالي هي قد تحتاج طبعا إنتاج الملابس. ما هي المواد الخام؟ ما هي المادة الخامة الضرورية لإنتاج الملابس؟ هي الصوف. فبالتالي يجب على المنشأة أنها توفر الصوف. قد تضطر المنشأة إلى شراء الصوف بشكل يومي، فهي مصاريف يومية على المنشأة، فبالتالي يتم تغطيتها عن طريق النقدية. المعاملات اليومية متمثلة في شراء المواد الخام ودفع الأجور، دفع المصاريف الإدارية، دفع الاستهلاك، دفع الأجور للعمال إذا كانوا يعني يتم دفعها عن بشكل يومي أو بشكل أسبوعي. هذا السبب الأول من أسباب احتفاظ بالنقدية. السبب الآخر دوافع الطوارئ. تقوم المنشأة لأخذ الحيطة والحذر باحتفاظ بالنقدية كمخزون أمان لمقابلة الالتزامات الطارئة على المنشأة. قد تطرأ على المنشأة يعني ظروف طارئة وقاهرة، بحيث أنها والله يعني احتاجت أموال طارئة، مثلا لو أنها احتاجت أموال ضرورية مثلا لشراء سهم معين، لشراء سهم معين. تعرف فرضا الشركة أن سعر سهم معين في السوق الآن والله منخفض، مثلا سعره المراعي مثلا 65 حاليا، وهي تعرف الشركة من خلال دراسة عملتها على الشركة تعرف انها راح يرتفع من 65 الى 70، فبالتالي هذه فرصة استثمارية عظيمة للدخول في السهم. فبالتالي قد ان الشركة هذه الان من الظروف الطارئة ان الشركة قد تحتاج الى المبلغ هذا حتى انها تشتري سهم المراعي بقيمة 65، لانها تعرف انها مثلا بعد شهرين راح يرتفع الى 70، فقد انها تضطر انها تأخذ من النقدية حتى تقوم بالاستثمار في السهم، وبالتالي بعد شهرين تحقق عوائد إضافية من جراء ارتفاع قيمة السهم أو سعر السهم من 65 إلى 70. أيضا من الطوارئ أو من الأمور التي تعتبر طارئة بالنسبة للمنشأة، لو أن أحد العملاء، لو أن أحد العملاء جاء للمنشأة بشكل مفاجئ أو جاء للمنشأة وطالب المنشأة بالالتزامات اللي عليها، لو المنشأة أخذت قرض مثلا من أحد المؤسسات المالية، وأحد المؤسسات المالية هذه طالبت المنشأة بالسداد خلال أسبوع، وبالتالي هذا يعتبر زي ما نقول من دوافع الطوارئ. فبالتالي من خلال تستطيع المنشأة سداد هذا القرض أو سداد هذه القيمة خلال أسبوع عن طريق أخذ الأموال أو عن طريق النقدية، الأمور أو الأموال الموجودة في صندوق المنشأة. أيضا دوافع المضاربة، الاستفادة من مثال عليها، الاستفادة من تقلبات أسعار الأوراق المالية، وتحدثنا عليها، التغير في سعر الورقة المالية. أيضا الاستفادة من الخصم النقدي، لو أن المنشأة شارية مثلا بضاعة من منشأة أخرى بالأجل، شارية من منشأة أخرى بالأجل، فبالتالي سوف تسدد بعد ثلاثة شهور. لو المنشأة الأخرى قالت لمنشأتنا والله لو تسددت لي خلال شهر بعطيك خصم 5%، فهذه تعتبر فرصة ممتازة، يجب على المنشأة تستغلها حتى تحصل على 5% خصم، يجب عليها أن تسدد خلال شهر وليس خلال 3 شهور. فبالتالي قد تقوم المنشأة بأخذ قيمة
البيع بالأجل من النقدية وتسدد خلال الشهر وبعد ذلك تحصل على الخصم 5 شهور. فبالتالي دوافع وأسباب احتفاظ بالنقدية مثل ما قلنا دوافع إتمام المعاملات منها المعاملات اليومية ودوافع الطوارئ وأيضا دوافع المضاربة كالاستفادة من الخصم النقدي. الحجم الأمثل للرصيد النقدي، طبعا هناك أسلوبين، طبعا من المهم في إدارة النقدية تحديد الحجم الأمثل للرصيد النقدي. عندنا أسلوبين، أسلوب النسب المالية ونموذج الكمية الاقتصادية للطلب. بإذن الله تعالى بحوله وقوته سوف نركز بالمحاضرة الحالية على نموذج الكمية الاقتصادية للطلب. سوف نقوم بالتركيز على نموذج الكمية الاقتصادية للطلب. طبعا نموذج الكمية الاقتصادية للطلب يقوم هذا النموذج على مجموعة من الافتراضات. بعض هذه الافتراضات تعتبر واقعية والبعض الآخر لا يمكن تطبيقها حقيقة في الواقع العملي. نلاحظ الافتراضات هذه. الافتراض الأول وجود حالة من التأكد للتدفقات النقدية الداخلة والخارجية. وش المقصود بها؟ تفترض هذه النظرية أن التدفقات النقدية الداخلة التي سوف تحصل عليها المنشأة والخارجية التي سوف تدفعها المنشأة هي معروفة مسبقا. طبعا في الواقع العملي هذا كلام غير صحيح. أن التدفقات النقدية من مشروع يعني مستقبلي يكون في الغالب انه يعني غير معروف او لا يمكن تحديده، لكن النموذج يفترض انها معروفه. او ايضا امكانيه تحديد الرصيد الامثل للنقديه، يفترض ان النموذج اننا يمكننا من خلال معادلات رياضيه سوف نطبقها على تطبيق او على مثال واقعي اننا يمكننا تحديد الرصيد الامثل للنقديه. ايضا وجود نوعان من التكاليف، هناك ما تسمى بتكلفه الفرصه البديله وتكلفه الصفقه. متى تتحمل منشاه تكلفه الفرصه البديله ومتى تتحمل منشأة تكلفة الصفقة؟ طبعا تتحمل المنشأة تكلفة الفرصة البديلة إذا كان هناك عندها زيادة في النقدية على الحد المطلوب. طبعا احنا قلنا يجب توفير الحجم الأمثل للنقدية، يعني الزيادة يعتبر خطأ والنقصان يعتبر خطأ. بنشرح لي تحديد الحجم الأمثل للنقدية. مثلا مثالنا السابق في الشرائح السابقة قلنا لو على سبيل المثال أن المنشأة تحتاج نقدية بمقدار 200 مليون، لو أن المنشأة وفرت نقدية بمقدار 500,000 زيادة 200,500,000، هذا يعتبر خطأ لأن المنشأة فقط تحتاج 200 مليون، 500 هذه زائدة. المنشأة المفروض أنها تقوم باستثمارها 500، هالنص مليون الإضافي تقوم المفروض باستثمارها في مشروع استثماري ويجرى عليها عوائد بدل ما تجمد في النقدية، لأن الأموال في النقدية تعتبر مجمدة إذا كانت زائدة. وتكون طبعا أيضا يعني ذات جانب سلبي لو انقصت. مثلا الحجم الأمثل للنقدية أو المبلغ الذي يجب توفيره في النقدية هو 200 مليون، لو وفرنا فقط 150 مليون، لو وفرنا 150 مليون، بالتالي أن نلاحظ أن المنشأة خلال السنة سوف تحتاج 200 مليون ونحن لم نوفر إلا 150 مليون، بالتالي قد تدخل المنشأة في مخاطر تسمى بمخاطر عدم توفر السيولة. عدم توفر السيولة يعني عدم القدرة على سداد الالتزامات قصيرة الأجل، الالتزامات اللي على المنشأة قصيرة الأجل. فبالتالي عندنا نوعين من التكاليف، تكلفة الفرصة البديلة وتكلفة الصفقة. يعني الشركة تواجه تكلفة الفرصة البديلة إذا كان عندها زيادة في النقدية على الحد المطلوب سوف تخسر تكلفة الفرصة البديلة اللي هي ما تمثل في النصف مليون الإضافية المفروض على المنشأة أنها تقوم باستثمارها ولكنها جمدتها في شكل نقدية وبالتالي خسرت قيمة استثمارها. تكاليف الصفقة تنتج من انخفاض النقدية على الحد عن الحد المطلوب وبالتالي عدم توفر السيولة في الوقت المناسب للمنشأة. إذا المطلوب هو تحديد هو الرصيد النقدي الذي يصبح عنده مجموع التكاليف عند الحد الأدنى. مجموع التكاليف لابد أن يكون عند الحد الأدنى، بالتالي الرصيد النقدي إذا كانت مجموع التكاليف عند الحد الأدنى معناها أن الشركة وفرت الحجم الأمثل للنقدية. إذا كانت مجموعة التكاليف عند الحد الأدنى معناها أن الشركة وفرت الحجم الأمثل للنقدية وهذا هو المطلوب. طبعا الآن هذه عبارة عن رموز ومعادلات رياضية لابد نحن نتعرف عليها ونعرفها وأيضا تشمل قوانين حتى نطبق حالة عملية على نموذج الكمية الاقتصادية. طبعا عندنا حرف الدي يرمز إلى الطلب الكلي على النقدية. الدي الطلب الكلي على النقدية، الكيو مستوى الرصيد النقدي أو كمية الرصيد النقدي ويوجد له معادلة رياضية الكيو، طبعا هذا جذر بس للتأكيد هذا جذر. فبالتالي عندنا الكيو يساوي جذر 2 رقم ثابت 2 ضرب الأو
الأو عندنا التكاليف الثابتة للصفقة، وهي تكاليف الصفقات، تكاليف تحويل الأوراق المالية إلى صفقات معينة. وعندنا الدي تعرفنا عليه، الطلب الكلي للنقدية، نقوم بقسمته على الاتش. الاتش ما يمثل معدل عائد على الأوراق المالية، الاتش معدل العائد على الأوراق المالية. إذا الكيو يساوي 2 ضرب تكاليف الثابتة للصفقة ضرب الطلب الكلي على النقدية، نقسمه على معدل العائد على الأوراق المالية، بالتالي نحصل على الكيو اللي هو مستوى الرصيد النقدي. عندنا أيضا الان عدد التحويلات، الان يساوي الدي اللي هو الطلب الكلي على النقدية تقسيم الكيو، الكيو مستوى الرصيد النقدي. نلاحظ أن إذا أردنا أن نطبق قانون الان أنه لا يمكننا استخراج قيمة الكيو إلا من خلال تطبيق المعادلة بالأعلى، اللي هو لابد أن نستخرج البداية كمية الرصيد النقدي أو مستوى الرصيد النقدي حتى يمكننا التعرف على الان عدد التحويلات. طبعا يقصد بعدد التحويلات عدد تحويل كم مرة في السنة سوف تحول الشركة الأوراق المالية المؤقتة إلى سيولة، يعني كم مرة خلال السنة بتبيع الشركة أوراق مالية مؤقتة في السوق بالتالي تحصل عليها ككاش. مثلا من أمثلة الأوراق المالية مثل ما تعرفنا عليها المؤقتة الأوراق التجارية، قلنا أن المنشآت تحتفظ بكمية من الأوراق التجارية أو الأوراق المالية المؤقتة حتى يعني تواجه أن فرضا لو صار عندنا أن النقدية في المنشأة أصبحت صفر، بالتالي أستطيع أن أعوضها عن طريق بيع هذه الأوراق المالية، أحصل على الأموال أضعها في النقدية. إذا كم عدد المرات اللي ببيع فيها أوراق مالية وبالتالي سوف تتحول هذه الأوراق المالية إلى نقدية. أيضا عندنا الـ A ما يرمز له متوسط الرصيد النقدي، متوسط الرصيد النقدي الـ A يساوي الـ Q مستوى الرصيد النقدي تقسيم 2 عدد ثابت، تقسيم 2 لأنه المطلوب استخراج هنا متوسط بالتالي نقسمه على 2. تكلفة الفرصة البديلة طبعا تنتج مثل ما قلنا تكلفة الفرصة البديلة من جراء الاحتفاظ بالنقدية، أي أننا الرصيد النقدي المناسب للمنشأة مثل ما قلنا 200,000، الشركة احتفظت بنصف مليون إضافي 200,500، فبالتالي 500 هذه تجمدت ما استثمرتها الشركة، فهي عبارة عن تكاليف فرصة بديلة، هي عبارة عن رصيد إضافي. فنقوم أو القانون الخاص بتكلفة الفرصة البديلة هو الـ H اللي هو معدل عائد على الأوراق المالية ضرب الـ Q الرصيد النقدي أو مستوى الرصيد النقدي تقسيم 2 وهو رقم ثابت. نشوف حالة عملية، عندنا مثال للتطبيق. تبلغ الاحتياجات النقدية السنوية الكلية للشركة الموسى 200,000 ريال، وتكلفة تحويل الأوراق المالية إلى نقدية 4 ريال للصفقة الواحدة، ومعدل العائد السنوي على الأوراق المالية 10%. الآن المطلوب فما هو مستوى الرصيد النقدي للمنشأة؟ هذا هو المطلوب الأول، المطلوب الأول مستوى الرصيد النقدي للمنشأة. المطلوب الثاني عدد التحويلات التي تجريها المنشأة خلال السنة، كم عدد هذا المطلوب الثاني، كم عدد التحويلات التي سوى تجريها المنشأة خلال السنة من جراء عملية بيع الاستثمارات المؤقتة أو الأوراق المالية المؤقتة، وبالتالي في سوق رأس المال أو في سوق المالية، وبالتالي تحويلها إلى نقدية. المطلوب الثالث ما هو تكلفة الفرصة البديلة؟ تكلفة الفرصة البديلة تكلفة ما تسمى بتكلفة الاحتفاظ بالنقدية. طبعا المطلوب الأول مستوى الرصيد النقدي للمنشأة، مستوى الرصيد النقدي، نرجع للمعطيات هنا، مستوى الرصيد النقدي، بالتالي هذا هو المطلوب الأول. إذا المطلوب الأول هو كيو، ما هو قانون الكيو؟ جذر 2 ضرب الأو ضرب الدي. ما المقصود بالأو؟ التكاليف الثابتة للصفقة اللي هو عدد مرات تحويل الصفقات، إذا 2 ضرب عدد مرات تحويل الصفقات ضرب الدي اللي هو الطلب الكلي على النقدية. نبي نشوف الطلب الكلي على النقدية وأيضا التكاليف الثابتة للصفقة وعدد تحويل الصفقات. بنلاحظ هنا في تطبيق المعادلة الأولى كيو مستوى الرصيد النقدي، جذر 2 رقم ثابت ضرب الأو، طبعا هنا ضرب الدي فقط للإضافة، تقسيم الاتش. فبالتالي بنلاحظ أن الأو اللي هو ما تمثل بتكلفة الأو، تكلفة تحويل الأوراق المالية إلى نقدية للصفقة الواحدة، ما تمثل بالتكاليف الثابتة للصفقة، هذه الأو الأربعة ريال. وعندنا أيضا الدي رمزنا لها بالطلب الكلي على النقدية،
الاحتياجات النقديه السنويه الكليه ما تمثل بالطلب النقدي الطلب الكلي للشركه لشركه موسى 200,000 ريال، وبالتالي هذه هو الدي. وايضا تقسيم الاتش، ماذا رمزنا الاتش؟ معدل العائد على الاوراق الماليه. بنلاحظ ان المنشاه عندها معدل العائد السنوي على الاوراق الماليه 10%، هذا رمزنا له بالاتش. فبالتالي نطبق المعادله الان بشكل مباشر. عندنا جذر 2 هنا، جذر 2 ضرب الاو، الاو اللي هو 4 ريال تكاليف الثابته او تكلفه تحويل اوراق الماليه للصفقه الواحده، ضرب الدي اللي هو الاحتياج السنوي او الطلب الكلي. بالتالي تقسيم الاتش، مثل ما قلنا الاتش معدل تحويل اوراق المعدل السنوي الاوراق الماليه او معدل العائد السنوي على الاوراق الماليه 10%. نلاحظ الاثنين الرقم الثابت، جذر 2 في 4 التكاليف الثابته في الطلب الكلي 200,000 تقسيم 10% معدل عائد تحويل اوراق الماليه او معدل عائد السنوي على الاوراق الماليه، سوف نحصل على 4,000 ريال. اذا الكيو وما يرمز له بمستوى الرصيد النقدي للمنشأة، مستوى الرصيد النقدي. إذا المنشأة تحتاج إلى توفير مستوى رصيد نقدي من خلال التمرين هذا بمقدار 4,000 ريال. المطلوب الثاني، هذا تحقق المطلوب الأول مستوى الرصيد النقدي. المطلوب الثاني، ما هو عدد التحويلات التي تجريها المنشأة خلال السنة؟ عدد التحويلات اللي هو N، عدد التحويلات N يساوي D تقسيم الكيو. الدي الطلب الكلي، وشفنا في المثال هناك ب 200,000، وايضا الكيو تم استخراجه بقيمه 4,000 ريال. اذا تطبيق مباشر، الان يساوي الدي في الكيو، الدي اللي هو 200,000 ريال اللي هو ما يمثل باحتياج النقدي السنوي الكلي او الطلب الكلي، بالتالي ال 200,000 تقسيم الكيو، الكيو تم استخراجه ب 4,000 تقسيم 4,000، اذا عندنا 50 عدد تحويلات، عندنا 50 مرة تحويل، أي أن المنشأة سوف تحول أوراق مالية أو أوراق مالية أو استثمارات مالية مؤقتة كمثال عليها أوراق تجارية إلى نقدية، سوف يتم بيعها في السوق وتحويلها إلى نقدية كم مرة في السنة؟ 50 مرة في السنة. 50 مرة في السنة سوف تحول منشأة الأوراق والاستثمارات المؤقتة أو الأوراق المالية المؤقتة إلى نقدية. الطلب الثالث، ما هو تكلفة الفرصة البديلة؟ هذا الطلب الثالث، تكلفة الفرصة البديلة. طبعا نلاحظ أن تكلفة الفرصة البديلة، تكلفة الفرصة البديلة قانونها الـ H اللي هو يرمز له بمعدل العائد على الأوراق المالية ضرب الـ Q اللي تم استخراجه مستوى الرصيد النقدي بـ 4,000. عندنا المعدل فقط يعني للتطبيق، المعدل 10% نضربها في الكيو استخرجناه ب 4,000، اوكي، قسمة نقسمهم على 2، بالتالي يطلع عندنا الناتج. شوف طريقة التطبيق، مثل ما قلنا تكلفة الفرصة البديلة الـ H تمثل 10% معدل العائد، الكيو تم استخراجه مستوى الرصيد النقدي ب 4,000 تقسيم 2 عدد ثابت، بالتالي 200 ريال عندنا. 200 ريال. إذا عندنا تكلفة الاحتفاظ بالنقدية ما يقارب ال 200 ريال، أي أن المنشأة، ما المقصود بتكلفة الفرصة البديلة؟ نؤكدها مرة ثانية، أي أن المنشأة باختصار يعني بعامية، لو المنشأة، لو أن الشركة احتفظت بأموال أكثر من المطلوب، إذا المطلوب مثلا مليون، المنشأة احتفظت بأكثر من مليون راح يكون عندها تكلفة فرصة بديلة. نلاحظ أن المنشأة هنا واضح انها احتفظت بنقديه اكثر من المطلوب، بالتالي عندها تكلفه فرصه بديله 200 ريال. يعني لو انها احتفظت بالرصيد الامثل للنقديه وباقي المبلغ تم استثماره في اوراق في استثمارات اخرى، استثمارات مؤقته، كان حصلت المنشاه على 200,000 ريال، ولا تكبدت ال 200 ريال هذه كتكلفه فرصه بديله. الان ننتقل، طبعا تحدثنا عن الادارات النقديه في السابق، الان نتحدث عن الاستثمارات المؤقته. الاستثمارات المؤقتة طبعا تلجأ المنشأة، طبعا تحدثنا عن الاستثمارات المؤقتة، هي عبارة عن أوراق مالية مؤقتة موجودة في سوق النقد. طبعا الأسواق عندنا أسواق تنقسم إلى نوعين، الأسواق المالية، أسواق النقد، وأسواق رأس المال. طبعا الاستثمارات المؤقتة هذا موضوع كامل بإذن الله تعالى سوف تأخذونه في مقرر إدارة مالية 2،
فلن ندخل فيه بشكل تفصيلي لأن يعني هو عبارة عن باب كامل في إدارة مالية 2، لكن سنتطرق إليه بشكل سريع. يعني عندنا الأسواق المالية تنقسم إلى نوعين، أسواق نقد وأسواق رأس المال. أسواق النقد نبذة بسيطة فقط، هي أسواق قصيرة الأجل. أسواق رأس المال هي أسواق طويلة الأجل. نلاحظ أن العائد والمخاطر في أسواق النقد هي منخفضة، بينما العائد والمخاطر في أسواق رأس المال هي مرتفعة، وسوف تتطرقون لها في إدارة مالية 2 بشكل مفصل بإذن الله تعالى. لكن اللي يهمنا أن الأدوات المالية في أسواق النقد هي عبارة عن الاستثمارات المؤقتة قصيرة الأجل، مثل أذنات الخزينة والأوراق التجارية واتفاقية إعادة الشراء، شهادات الإيداع المصرفية والشيكات. هي أوراق مالية مؤقتة قصيرة الأجل يتم استثمارها، هي أدوات في أسواق النقد. أما أسواق رأس المال يتم استثمار أدوات مالية في الأغالب طويلة الأجل كالسندات وكالأسهم بنوعيها، الأسهم الممتازة والأسهم العادية، مثل ما قلت لكم ستطرقون بإذن الله تعالى إلى هذا في مقرر إدارة مالية 2. ولكن اللي يهمنا من السلايد هذا أن يعني يجب على الطالب أن يعرف أنواع الأوراق المالية المؤقتة، يعرفها فقط كمعرفة، وبإذن الله تعالى لن نتطرق في شرحها لأنها سوف يتم شرحها في مقرر لاحق. فبالتالي هي أذنات الخزينة، أوراق تجارية، اتفاقية إعادة الشراء، وشهادات الإيداع المصرفية، وأيضا الشيكات. يعني تعرف الخمسة أنواع أنها تندرج تحت الأوراق المالية المؤقتة قصيرة الأجل، وإن شاء الله أنه يكون كافي. هذا ما يتعلق بمحاضرة اليوم، أتمنى أنها تكون خفيفة وسريعة. وهذه المحاضرة 13، تبقى لنا المحاضرة 14. إن شاء الله تكون يعني المحاضرة يعني الجميع استوعبها، وبالتوفيق للجميع، ونراكم إن شاء الله في المحاضرة الأخيرة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.